السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم في مادة الرياضيات سيكون حول الأعداد المركبة في جزئه الأول. الهدف من هذا الدرس هو إجراء العمليات الحسابية على الأعداد المركبة واستعمال خواص مرافق عدد مركب. نبدأ بنشاط حل في R المعادلة X مربع زائد 1 يساوي الصفر. الحل إكس مربع زائد 1 يساوي الصفر، معناه إكس مربع يساوي ناقص 1. هذه المعادلة لا تقبل حلولا في R. لماذا؟ لأنه لا يوجد عدد حقيقي مربعه سالب. إذن نقبل أنه توجد مجموعة أوسع من مجموعة الأعداد الحقيقية، بحيث هذه المعادلة تقبل حلا في هذه المجموعة. هذه المجموعة تحوي عدداً إي يحقق إي مربع يساوي ناقص 1، ومنه حل المعادلة إكس مربع يساوي ناقص 1 هو حل المعادلة إكس مربع يساوي إي مربع. لاحظ أن إي مربع يساوي ناقص 1، وعليه إكس مربع يساوي إي مربع، ومنه إكس يساوي إي أو إكس يساوي ناقص إي. نأخذ مثال آخر كي تفهم. إكس مربع يساوي ناقص 4، معناه إكس مربع يساوي 4 إي مربع. قلنا إي مربع يساوي ناقص 1، ومنه 4 في ناقص 1 يساوي ناقص 4، ومنه إكس يساوي 2 إي أو إكس يساوي ناقص 2 إي. الآن سؤال: أحسب إي أس 3، إي أس 4، إي أس 5، إي أس 6، إي أس 7، وإي أس 8. استنتج إي أس 2013. الحل: لدينا إي مكعب يساوي إي مربع في إي. إي مربع يساوي ناقص 1، ناقص 1 في إي يساوي ناقص إي. إي أس 4 يساوي إي مربع الكل مربع، ويساوي إي مربع يساوي ناقص 1، إذن يصبح لدينا ناقص 1 مربع ويساوي 1. إي أس 5 يساوي إي أس 4 في إي، ويساوي لدينا إي أس 4 وجدناها تساوي 1 في إي يساوي إي. إي أس 6 يساوي إي أس 3 الكل مربع، ويساوي إي أس 3 وجدناها تساوي ناقص إي، إذن ناقص إي مربع يساوي ناقص 1. إي أس 7 يساوي إي أس 6 في إي، ويساوي لدينا إي أس 6 يساوي ناقص 1، إذن ناقص 1 في إي يساوي ناقص إي. إي أس 8 يساوي إي أس 7 في إي، ويساوي لدينا إي أس 7 يساوي ناقص إي، ناقص إي في إي يساوي ناقص إي مربع ويساوي 1. الآن لاحظ أن إي أس 4 يساوي 1. إذن بصفة عامة، من أجل كل عدد طبيعي ك، إي أس 4 ك يساوي 1. كذلك إي أس 4 ك زائد 1 يساوي إي. لاحظ هنا إي أس 5 يساوي إي، هنا في هذه الحالة الك يساوي 1. كذلك إي أس 4 ك زائد 2 يساوي ناقص 1. إي أس 4 ك زائد 3 يساوي ناقص إي. الآن لاستنتاج إي أس 2013، نحاول أن نكتب إي أس 2013 على أحد هذه الأشكال، وذلك بقسمة 2013 على 4، فنجد الحاصل 503 والباقي 1. إذن
إي أس 2013 تساوي إي أس 4 في 503 زائد 1. هذه الكتابة من الشكل إي أس 4 ك زائد 1 وتساوي إي. هنا ك يساوي 503. إذن إي أس 2013 يساوي إي. الأعداد المركبة. تعريف: نسمي عددا مركبا زاد كل عدد يكتب على الشكل زاد يساوي x زائد اي y، حيث x و y عددان حقيقيان و e مربع يساوي ناقص 1. نرمز لمجموعة الأعداد المركبة بالرمز C. ملاحظات: زاد يساوي x زائد اي y. هذه الكتابة تسمى الشكل الجبري للعدد المركب زاد، حيث x هو الجزء الحقيقي لزاد ونرمز له ب RE زاد بمعنى ريال زاد، و Y هو الجزء التخيلي لزاد ونرمز له ب EM زاد بمعنى إيماجينير زاد. نأخذ مثال على ذلك. لدينا زاد يساوي 5 ناقص 3 اي. الجزء الحقيقي للعدد المركب زاد هو 5 وجزءه التخيلي هو ناقص 3. زاد عدد حقيقي معناه y يساوي الصفر، بمعنى يكون زاد عددا حقيقيا إذا وفقت إذا كان جزءه التخيلي معدوما. زاد عدد تخيلي بحت معناه جزءه الحقيقي معدوم. مثلا زاد يساوي ناقص 1 هو عدد حقيقي لأن جزءه التخيلي معدوم، وزاد يساوي 2 اي عدد تخيلي لأن جزءه الحقيقي معدوم. زاد معدوم معناه جزءه الحقيقي وجزءه التخيلي معدومان معا. العددان المركبان زاد يساوي x زائد اي y و زاد فتحة يساوي x فتحة زائد اي y فتحة متساويان، معناه x يساوي x فتحة و y يساوي y فتحة. الآن نمر إلى التمثيل الهندسي لعدد مركب. المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس زاد عدد مركب حيث زاد يساوي x زائد اي y. النقطة آم التي إحداثياها x و y تسمى صورة العدد زاد، ويسمى زاد لاحقة النقطة آم. إذن لاحظ في الشكل: النقطة آم إحداثياها x و y، قلنا آم هي صورة العدد زاد، وزاد يسمى لاحقة النقطة آم. الآن الشعاع OM يسمى صورة العدد زاد، ويسمى زاد لاحقة الشعاع OM. محور الفواصل يسمى محور الأعداد الحقيقية، ومحور التراتيب يسمى محور الأعداد التخيلية البحتة. المستوي يسمى في هذه الحالة المستوي المركب. مثال: المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس OEG، ولتكن نقط A B C التي لواحقها على الترتيب زاد يساوي ناقص 2 زائد E، زاد فتحة يساوي 2 E، وزاد فتحتان يساوي 3 زائد 2 E. أولا أنشئ هذه النقط. ثانيا عين لواحق النقط E F G، حيث E إحداثياها 4 0، F إحداثياها 3 ناقص 1، و G إحداثياها ناقص 2 1. الحل: نبدأ بإنشاء النقط A B C.
لدينا النقطة A لاحقتها هي زد يساوي ناقص اثنان زائد اي. إذن إحداثيا النقطة A هما ناقص اثنان وواحد. إذن نعين فاصلة ناقص اثنان والترتيب واحد فنحصل على النقطة A. بنفس الطريقة ننشئ النقطة B التي لاحقتها زاد فتحة يساوي اثنان اي، أي إحداثياها صفر اثنان كما هو موضح في الشكل. إذن هذه هي النقطة B. بالنسبة للنقطة C إحداثياها هما ثلاثة واثنان. إذن نعين فاصلة ثلاثة والترتيب اثنان فنحصل على النقطة C كما هو موضح في الشكل. ثانيا، لواحق النقط E, F, G على الترتيب هي: لدينا النقطة E إحداثياها أربعة صفر، إذن زد E يساوي أربعة. النقطة F إحداثياها ثلاثة ناقص واحد، إذن زد F يساوي ثلاثة ناقص E. أخيرا نقطة G إحداثياها ناقص اثنان واحد، إذن لاحقت النقطة G وهي زاد G تساوي ناقص اثنان زائد E. الآن العمليات الحسابية في C. تبقى كل قواعد الحساب المعروفة في R صحيحة في C إلا أن E مربع يساوي ناقص واحد. ليكن Z يساوي X زائد EY و Z فتحة يساوي X فتحة زائد EY فتحة. إذن Z زائد Z فتحة يساوي X زائد EY زائد X فتحة زائد EY فتحة ويساوي X زائد X فتحة. نجمع الجزء الحقيقي لزاد مع الجزء الحقيقي لزاد فتحة زائد E في Y زائد Y فتحة. هنا نجمع الجزء التخيلي لزاد مع الجزء التخيلي لزاد فتحة. الآن زاد في زاد فتحة يساوي X زائد EY في X فتحة زائد EY فتحة. نقوم بالنشر والتبسيط فنجد X في X فتحة ناقص Y في Y فتحة زائد E في X في Y فتحة زائد X فتحة في Y. مثال: زاد يساوي اثنان زائد E، زاد فتحة يساوي ناقص واحد زائد اثنان E. إذن زاد زائد زاد فتحة يساوي اثنان ناقص واحد زائد واحد زائد اثنان E وتساوي واحد زائد ثلاثة E. الآن زاد في زاد فتحة يساوي اثنان في ناقص واحد ناقص واحد في اثنان زائد اثنان في اثنان زائد ناقص واحد في واحد في اي ويساوي ناقص أربعة زائد ثلاثة اي. خواص: إذا كان زاد وزاد فتحة لاحقتي الشعاعين أو أم وأو أم فتحة على الترتيب، فإن العدد المركب زاد زائد زاد فتحة هو لاحقة الشعاع OM زائد OM فتحة كما هو موضح في الشكل. إذن العدد المركب زاد زائد زاد فتحة هو لاحقة محصلة الشعاعين OM وOM فتحة. إذن ها هي محصلة شعاعين OM وأم فتحة وهي أس. العدد المركب زاد ناقص زاد فتحة هو لاحقة شعاع أم أم فتحة كما هو موضح في الشكل، حيث الشعاع أم أم فتحة يساوي شعاع أو دي. ثانيا، A و B نقطتان لاحقتاهما زد A وزد B. الشعاع AB لاحقته هي زد B ناقص زد A. ثالثا،
النقطة اي منتصف القطعة ا بي لاحقتها زاد ا زائد زاد بي على اثنان. رابعا جي مرجح الجملة ا الفا بي بيتا سي جاما لاحقتها زاد جي تساوي الفا في زاد ا زائد بيتا في زاد بي زائد جاما في زاد سي على الفا زائد بيتا زائد جاما. مثال زد A يساوي 3 زائد 5 إي زد B يساوي ناقص 1 زائد 3 إي. الآن نبحث عن لاحقة الشعاع.